نايمين نحن فجأة شيء انفجر، لا يشوفوا المكان الزمان، ازاز بالارض وخشب وعين. باص مدرسة، لولا ستر الله كان راح الباص. الله لا يوفقهم، الله لا يجبر بخاطرهم. يوم السبت 17 من آذار استهدف الإرهاب دمشق، واستيقظ أهلها على انفجارات عنيفة هزت الإسفلت في المدينة، لكنها لم تهز السوريين. تفجيران إرهابيان بسيارتين مفخختين نفذهما انتحاريان أديا إلى استشهاد 27 شخصا وإصابة 140 آخرين من المواطنين المدنيين وعناصر حفظ النظام. وقع التفجير الأول عند الساعة 7:20 صباحا في دوار الجمارك، وبعد دقائق وقع التفجير الثاني في ساحة التحرير التي تصل بين شارع بغداد ومنطقة القصاع، وقد خلف دمارا كبيرا في الأبنية السكنية والسيارات المتوقفة في موقعي التفجيرين الإرهابيين، وأوقع خسائر وأضرارا مادية جسيمة. وزارة الداخلية وفي بيان لها قالت إن هذين التفجيرين الإرهابيين جزء لا يتجزأ من استهداف الشعب السوري في أمنه واستقراره، ويأتيان في ظل التصعيد الذي نشهده مؤخرا من أطراف إقليمية ودولية. صبح الساعة 7:30 أولادي كانوا رايحين على المدرسة، على الإشارة قدامهم صار الانفجار، قدامهم بيت رفيهم ما عرفته. أي ناس مخربين ما في شك، وهي البلد نحن قمة العروبة والعرب. كنا نايمين ما لقينا إلا شيء انفجر وفقنا من تختنا، ما عرفنا كيف طلعنا لبرا. نزلت السقف كله فوق راسنا، أهلي بالمستشفى. حرام عليها، خافنا الله، هدول المدنيين شو ذنبهم؟ لك شو ذنبهم؟ شو عم يساووا لهم؟ شو عم يعملوا لهم؟ عمل يندى له جبين الإنسانية، لأنه ليس من دين يأمر بهذا العمل الشنيع الذي ذهب ضحيته الكثير الكثير من الأبرياء. نحن بيقتل الأهل وشعبه، لك شوفوا هاي المنظر بهاي المدنية، هاي ما بصير. القدر وفر على السوريين دماء طاهرة لم يرد لها أن تسفك، إذ كان هناك انفجار ثالث أعد ليضرب شوارعهم صبيحة ذلك اليوم، لكن السيارة المفخخة الثالثة انفجرت بمن كان يستقلها قبل وصولها إلى المكان المرصود لها، مما أدى إلى مقتل الإرهابيين اللذين كانا فيها في شارع 30 بمخيم اليرموك، وأسفر الانفجار عن تحطم بعض زجاج الأبنية المجاورة وإلحاق الضرر بالسيارات المتوقفة في المكان. مسلسل الإرهاب تواصل، إذ لم تكد دمشق تنام على آلامها حتى استفاقت حلب على تفجير إرهابي. حي السليمانية الذي طالته يد الإرهاب بسيارة مفخخة كانت مركونة بين بنائين سكنيين قرب كنيسة اللاتين ومدرستين ابتدائية وإعدادية خلف مبنى البريد. عند محاولة الجهات المختصة سحب السيارة من المنطقة انفجرت، ما أدى لاستشهاد امرأة وعنصر من قوات حفظ النظام وإصابة 30 من المدنيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة. العناية الإلهية كانت الحامي لنحو 50 طفلا مع أهاليهم في دير القديس أنطونيوس في نفس المنطقة. تقريبا 50 طفل مع أهاليهم بيجوا طبعا معهم بياخدوهم. هالتفجير هذا أكيد بمس وحدة الشعب السوري، تعجز الكلمة عن وصفه.
والإنسان اللي من يتخطى حدود إنسانيته ما بتعرف شو بصير. هو استهداف للوحدة الوطنية، وطبعا اليوم هي نحن عم نشوفها هي جريمة بحق الإنسانية، فنحن منطلب من ربنا تعالى أنه يحل السلام في نفوس الجميع ويحل الحكمة في نفوس الجميع. وهي مرجلة، وهي مرجلة على خلق الضعفاء والفقيرين والمستورين، هاي ما هي مرجلة. كنا بالبيت قاعدين وفجأة صوت انفجار مو طبيعي، البلور كله بالبيت كسر، أولاد فوق مرعوبين عم ببكوا. نحن بيتنا تأذى كتير، ويعني أنا وبابا كنا واقفين على البلكون، الغراض كله وقعت فوقنا، بيتنا كتير تأذى والحارة كتير تأذيت. أنا عراقية وهذا بلدي، يعني أنا هلأ أحن أزيد من بلدي، هذا البلد اللي خلانا هون، هاي صارنا 11 سنة إحنا هون، هو اللي حمانة. الله لا يعطي كل من اللي عمله، الله لا يهنينه، الله إن شاء الله ناره يشتعل مثل ما شعلوا بقلبنا. تتوحد آلام السوريين، ففي دمشق المكلومة على صوت في حي القصاع يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. رد السوريون خلفه إسلاما ومسيحيين آمين. من كنيسة الصليب بدمشق انطلق السوريون ضمن مسير وقداس رحمة على أرواح شهداء التفجيرين الإرهابيين إلى موقع التفجير الإرهابي الذي وقع في المنطقة الواصلة بين شارع بغداد وحي القصاع. حابب وجه رسالة للناس اللي عملت هالتفجير هذا، قال ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، بما أنه هن ما رحموا الناس على الأرض فبأكد لهم أن الله ما رح يرحمهم. احنا عايشين هون بامان، ما بدنا ياكن ولا بدنا حريتكن ولا بدنا. انا الجزيرة العربية ولا بحطة ما عندي اياها بالتلفزيون. لازم يعرفوا انه الشام شام فارس بيك الخوري، شام يوسف العظمة، شام نزار القباني، شام الياسمين، شام المحبة. انا بناشد كل اخوتنا بالوطن ان نكون ايدنا واحدة. السوريون رفعوا الصلوات لراحة شهداء التفجيرين الإرهابيين، طالبين من الله أن يشفي الجرحى ويحفظ أمن سوريا واستقرارها. الحرية أنه يقتلوا الأطفال ويقتلوا الأبرياء، هي حريتهم، بس معلش نحن شهداءنا نالوا شرف الشهادة وتكللوا بالغار ورح يضلوا خالدين بذاكرتنا، أما هن تكللوا بالعار طول حياتهم. المواطنون أكدوا أن من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية لا ينتمي لدين ولا يمت للإنسانية بصلة، داعين الدول التي تدعم الإرهابيين وتؤمن لهم المال والسلاح إلى الكف عن سفك الدم السوري. نحن هون بسوريا إيد واحدة، شعب واحد، وبحب ترحم على أرواح كل الشهداء اللي راحوا. بقول الله لا يسامح كل إيد إرهابي مدت على هالبلد، لأن شو ذنبه العالم الآمن اللي راحت؟ أنا أولادي كانوا ناطرين الباص ووقت التفجير والله ستر، شو ذنب العالم اللي ببيوته؟ هذه التفجيرات الإرهابية فضحت الدور التآمري الذي تقوم به بعض الأطراف العربية والقوى الاستعمارية الغربية، ولكن مهما حاول المتآمرون ستبقى سوريا موطن الحضارة والتآلف والتآخي، قالها السوريون. في موكب شعبي ورسمي مهيب وبأكاليل الورد والغار شيعت من جامع العثمان في دمشق إلى مثاويهم الأخيرة جثامين الشهداء الذين قضوا في التفجيرين الإرهابيين. هؤلاء كانوا فداء للوطن والوطن غال. نبرأ إليك مما يفعل المعتدون، عاملنا بفضلك ومنك وكرمك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أداء الصلاة على جثامينهم الطاهرة جرت للشهداء مراسم تشييع رسمية، حيث حملت جثامينهم الطاهرة ملفوفة بعلم الوطن. كلياتنا شهداء في ظهر الوطن،
الله يحمي سوريا ويحمي هالبلد كله يا رب. ولا دولة بالعالم قادرة تسقط العروبة بسوريا، ونحن وحدتنا وسيادتنا خط أحمر لكل دول العالم. مهما فعل الخليج ومهما فعل من يقف وراءهم من تجيش وقتل وتدمير، فإنهم لن يستطيعوا بوحدة شعبنا أن ينالوا من صمود سوريا ومن استقرارها وعزتها وكرامتها. الشهداء أولادنا وأحفادنا ودمنا، وهذا دم الوطن غالي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كل من هدر وإحنا منتصرين. وأكد المواطنون المشاركون في التشييع وحدة الشعب السوري الوطنية مستنكرين الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة. احنا بنستنكر العمل كلياته وما عنا موافقين عليه ابدا ابدا ابدا. بضل سوريا الله حاميها، وباذن الله منصورين على كل مين بده يعادينا. جينا حتى نوقف لحظه مع شهدائنا الابرار الذين سقطوا في هذه التفجيرات الارهابيه المدانه عالميا وانسانيا ودينيا واخلاقيا. نحن اليوم جايين على الجامع ما عندنا تفرقه اسلام ومسيحيه، عم نتجنز هون بالجامع ونحن ايد وحده. ما في لا اسلام ولا مسيح، كلها دوله وحده، سوريا البيت الواحد، وارهابهم ما راح يخوفنا، سوريا قويه. وحدتنا الوطنيه اقوى منهم كلياتهم، بوحده هالشعب بروح هالشعب الكبيره. عبرت جموع المشيعين عن تصميم الشعب السوري على الصمود وإفشال مخططات استهداف سوريا. من دمشق إلى حلب، الحزن واحد والمصاب واحد. شيعت المدينة جثامين شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف حي السليمانية قرب كنيسة اللاتين ومدرستين ابتدائية وإعدادية، وشارك أبناء حلب وشخصيات دينية واجتماعية في مراسم تشييع الشهداء الثلاثة، وهم السيدة أريكسي بدروسيان والشهيدان حسن ياسين وباسل قيشاني من قوات حفظ النظام. أهالي الشهداء استنكروا هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تهدف إلى إراقة المزيد من الدماء الطاهرة وضرب استقرار البلد، مؤكدين أن من يقوم بهذه الأعمال لا يمت للإنسانية بصلة، وأنه بفضل دماء الشهداء الأبرار وتمسك الشعب بوحدته ستبقى سوريا قوية عزيزة. عمل إرهابي غير معقول، شفت الوالدة متوفية طبعا في إصابات في رأسها في الجمجمة ومكسور ساقها. بس بدي أتوجه لدول التكفيريين، إيش الفائدة اللي استفدتوا منها أنتو؟ زهدتوا أرواح الأبرياء. والدي كانت إنسانة محترمة من جميع في المنطقة، كانوا يساعدوها جيران المسلمين قبل المسيحيين. اللي عملتوه بس هجرتوا العالم من بيوتها وقتلتوا أبرياء، ما عملتوا شيء. أتمنى أنه تغيروا فكركم وتتجهوا للصواب، لأن الوطن أكبر من الكل. الله يرحمه ويرحم شهداء سوريا والأمة العربية من مدنيين وعسكريين. نتمنى أنه هالشهداء اليوم اللي منعزي حالنا كلياتنا يكونوا آخر شهداء للوطن. الله يرحم جميع الشهداء. الله يرحم جميع الشهداء. الله يرحم جميع الشهداء. وهنا يتجدد الإعلان أن سوريا ستبقى عصية على كل المتآمرين بفضل هذه الدماء الطاهرة الشريفة. هذه الأعمال المروعة لن تفقد هذا الشعب العظيم وحدته، وستزيده تمسكا بإرادته الوطنية. لم تنتهي حكاية السوريين هنا، فلهم خاتمة يصنعونها في كل شيء. نفضوا غبار الإرهاب عن أكتاف مدينتهم لتبدو كالمارد لا تسقطه ريح، كطائر العنقاء ينبعث من رماده. اجتمعت الأكف ترفع الرماد، وأخرى تبني أساسا جديدا عوضا عما تهدم. حلب مدينة الدهر، وأهلها صناع تاريخ وحضارة. واجهوا الإرهاب بالبناء كما واجهوه عبر العصور. دمشق،
حلب وشقيقاتهن من المحافظات على امتداد الأرض السورية، خارطة للحضارة ومنبت شعب عشق الشموخ وتعلم أن العزة لها ثمن وأن الضعفاء هم فقط من لا يعرفون معنى التضحية ولا يتحملون الألم. وما الإرهاب في حياتهم سوى صفحات مهترئة في تاريخ الجريمة وقانون المجرمين خبروه عبر التاريخ، هزموه ولم يهزموه.